لاعب خط وسط متعدد المواهب وقادر على اللعب في أي مكان من خط الوسط، بالإضافة إلى أنه كان يفضل اللعب في خط الهجوم، كما كان يتقن الكرة الرأسية ويجيد اللعب بكلا القدمين، وغالبا ما كان يتواجد في الجهة اليسرى من الملعب. ومنذ أن غادر توتنهام لاعب بارنبي مع كل من ميدلزبرو، إيفرتون وليدز، لكن من المؤكد أن مواهبه تفتحت في توتنهام.